بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، نلتقي اليوم مع حل كتاب الدراسات الإسلامية قسم الحديث. نلتقي مع الدرس الأول وهو بعنوان الإخلاص. عن سليمان بن يسار رحمه الله قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتر الشامي: أيها الشيخ، حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، فيا ترى بماذا حدثه أبو هريرة؟ اقرأ الحديث الآتي لتعرف ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، أي عرفه الله نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه، التعريف به: هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يكنى بأبي هريرة. يقول رضي الله عنه: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. أسلم سنة 7 عام خيبر. ويعد أبو هريرة حافظ الأمة رضي الله عنه. قال: قلت: يا رسول الله، إني لأسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال: ابسط رداءك. فبسطته، ثم قال: ضمه إلى صدرك. فضممته، فما أنسيت حديثا بعد. وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثا، فمروياته تبلغ 5374 حديثا. ومن عبادته أنه كان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وكان يصوم الاثنين والخميس. مات رضي الله عنه 57 بالمدينة. الكلمات ومعانيها: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، أي أول من يحاسب يوم القيامة. فعرفه نعمه، أي ذكره الله بنعمه عليه في الدنيا. فعرفها، أي أقر بها. قاتلت فيك، أي قاتلت في سبيلك. قرأت فيك القرآن، أي قرأت القرآن ابتغاء رضاك وثوابك. أنفقت فيها لك، أي بذلت مالي في سبل الخير والطاعة لك. جواد، أي الكريم كثير الإحسان. من معاني هذا الحديث: إخلاص العمل لله أساس في قبول العبادة، فكل عبادة لا يخلص العبد فيها لله فصاحبها آثم وعمله عليه مردود. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. احرص على محاسبة نفسك قبل القيام بالعمل ومراجعة نيتك فيه. فإن كان لله فأقدم عليه، وإن كان لغيره فلتصحح النية أولا ولتخلص لله سبحانه وتعالى. من مفسدات النية أن يعمل الإنسان العمل الصالح من أجل رؤية الناس له، طلبا لثنائهم وارتفاع المكانة عندهم، وهذا هو الرياء. أيضا من مفسدات
النية أن يعمل الإنسان العمل الصالح لغير وجه الله سبحانه وتعالى، أي لغرض دنيوي. إذا من مفسدات النية العمل لغرض دنيوي أو لمصلحة دنيوية. أيضا من مفسدات النية عدم الإخلاص أو الرياء. من الأمثلة على الرياء أن يقاتل الإنسان وهو لا ينوي بذلك إعلاء كلمة الله إنما ليقال جريء أو شجاع. جريء أو ليقال شجاع، هذا هو الرياء. من الأمثلة على الرياء أن ينفق العبد المال لا يبتغي به وجه الله، أن ينفق العبد المال ليقال جواد أي كريم. المؤمن يؤدي العبادة لوجه الله تعالى فيسخر ما أحباه الله من النعم في طاعة الله، فنعمة القوة والشجاعة يسخرها في طاعة الله والانقياد تحت راية ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين دفاعا عن دينه ووطنه المملكة العربية السعودية، ونعمة العلم يسخرها في طاعة الله بتعليمه للناس. ونعمة المال يسخرها في طاعة الله بالإنفاق في سبيله، بالإنفاق في سبيله أي في سبيل الله. نشاط واحد: اكتب مع مجموعتك 3 أسباب تعين على الإخلاص في العمل. من الأسباب التي تعين على الإخلاص في العمل هو: أولا، حب الله ورسوله. تعين على الإخلاص في العمل ابتغاء الثواب والأجر من الله. أيضا من الأسباب التي تعين على الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى إخفاؤه عن الناس. إخفاء هذا العمل أو محاولة إخفائه عن الناس حتى لا يكون فيه رياء. نشاط 2: قارن بين المخلص والمرائي من حيث محبة الناس له وأثر عمله في نفسه. المخلص يحبه الناس، المخلص يحبه الناس، أما المرائي فهذا يرائيه الناس بالمحبة ولكن من داخلهم يبغضوه، إذن يبغضه الناس. أثر عمله على نفسه: المخلص يشعر بالسعادة والرضا، إذن أثر عمله على نفسه يشعر بالسعادة. والرضا. أما المرائي يشعر بعدم الرضا.
لأنه لا يعمل هذا العمل ابتغاء وجه الله. الأجر في الآخرة، المخلص ثوابه أجره في الآخرة الجنة، وعمله مقبول. إذن الأجر في الآخرة الجنة. أما هذا المرائي والعياذ بالله ففي الآخرة لا أجر له. لأنه إلا النار كما ورد في الحديث الشريف. التقويم عرف الرياء. الرياء أن يعمل الإنسان العمل الصالح من أجل رؤية الناس له، أن يعمل العبد أن يعمل العبد العمل الصالح من أجل رؤية الناس له وثناؤهم على عمله أو فعله، طلبا لثنائهم. طلبا هو يطلب، هذا المرائي يطلب ثناء الناس طلبا لثنائهم. مثال ذلك الذي يقرأ القرآن أو يعلم العلم، مثال ذلك الذي ينفق المال ليقال جواد، يقال عليه جواد، والذي يعلم العلم ليقال عليه عالم. متى يكون العمل صالحا مقبولا؟ عندما يكون خالصا لله، عندما يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، خالصا لوجه الله وموافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن يقبل العمل عندما يكون خالصا لوجه الله وموافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف تحقق الإخلاص في تعلمك في المدرسة؟ في تعلمي في المدرسة أحقق الإخلاص أن يكون أو أن أبتغي بتعليمي هذا وجه الله، أن أبتغي بتعليمي أو بتعلمي هذا وجه الله. وكما أن أبتغي بتعلمي أو بتعليمي هذا وجه الله، ولرفع الجهل عن نفسي، لرفع الجهل عن نفسي، وكذلك لرفع الجهل عن نفسي لأعمل لديني ودنياي بهذا العلم الذي تعلمته. إذن أحقق الإخلاص أن أبتغي بتعليمي هذا وجه الله لرفع الجهل عن نفسي ولأعمل
لديني ودنياي بهذا العلم. هكذا نكون قد أنهينا الدرس الأول من دروس الحديث. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع الدرس الثاني التفكر. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.